ركزت مخرجات منتدى تشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة على دفع صانعي القرار العالميين على الترويج للأردن في مختلف محافل الاستثمار العالمية والعمل على جذب رؤوس الأموال. وهدف المنتدى الذي عقد اليوم إلى جذب الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال العمل على تفعيل الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. كما يسعى المنتدى إلى الترويج للاستثمار من أجل المساهمة في دعم تنفيذ أجندة 2030 للأردن والتنسيق ما بين المساعدات المقدمة والاستثمارات. وسيروج المنتدى لوضع خارطة طريق لبناء القدرات وتطوير المعارف ووضع قائمة أولويات الاستثمار من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن. هذه الورشة بالخبراء الموجودين فيها بيساعدنا احنا كهيئة استثمار انه نقدر نوفر للمستثمرين اللي مهتمين بمشاريع الخطط الاستثمارية آليات تمويل حسب ما ممكن انه يطلع فيه المؤتمر من آليات تمويل. So what we are trying to do here is bringing all the industries, all the sectors. And here today we have, you know, private sector with the development industry, with bankers, with, you know, civic engagement activists. And they are here not to just discuss about global issues, but also finding what's best suited for Jordan.